بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القرآن الكريم كتاب الله المعجز، ومن وجوه إعجازه ذكره زلزلة الأرض. والزلزلة شدة الحركة، وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه وتحرك. والزلزلة والزلزال كلمتان توحيان بالرهبة الشديدة والانقلاب الحاد في معهود الأشياء، من موت الفجأة والهلاك والدمار وما يبثه ذلك من هلع وفزع. وخص الله تعالى هذا الموقف العظيم في محكم تنزيله بسورة الزلزلة تنبيها للناس بما فيها من تصوير لمشهد عظيم من يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ذكر الآيات للزلزال لم يقتصر على لفظ الزلزلة، بل شمل أيضا مصطلحات دقيقة اعتمدت في علم الزلازل: الرجفة والراجفة والرادفة. وترجف الأرض أي تتحرك وتضطرب ممن عليها وتكون مصحوبة بالصوت. الزلزال رجفة أو ضربة فجائية تسبب انطلاق الطاقة الحبيسة في باطن الأرض. وفي علم الزلزال ثمة أقسام للرجفة: مين شوك، الرجفات القبلية فور شوكس، والرجفات ذاتها كويكس، والرجفات البعدية افتر شوكس. والمسببان هما الراجفة والرادفة، وقد ورد في قوله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الصدع. اللفتة الإعجازية الثالثة هي علاقة الزلازل بصدع الأرض. وصدع الأرض صدع واحد يشق الأرض، أو مجموعة صدوع تمزق قشرة الأرض وغلافها الصخري. وعلميا لا تحدث الزلازل إلا بعد التصدع، تهرب عبره الطاقة المختزنة في هيئة موجات زلزالية. وورد لفظ الصدع في القرآن لوصف الأرض والجبال: والأرض ذات الصدع. الخسف من الكلمات الواصفة للزلازل في القرآن، ووردت في قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض